ان شاء الله يا ربي. طقس مغيم ما فهمتوش، بارد سخون، فما امطار في الافق، ما فماش حاسيلو. على كل حال بيسيناتنا في ديارنا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، نعوم ونقصوا في العروقات ها هكا ولا ليه. على كل حال بون مش مشكله، شويه بعد سخنت البارح طقس هذا مش مشكله. هاي يا سيدي احنا نحاولوا نونسوكم كل يوم بالذمار بالحديث بالحكايات بالضحك بالاخبار من توا حتى نص نهار. المدام واجهه مع واجهه الجندوبي. ماذا بيه الزوه تلفزت الأجنبية راديوات الأجنبية، ماذا بيه يمشي علي. صباح الخير، صباح الورد، صباح النور، صباح النشاط والحيوية. الحمد لله يا ربي خدمنا لها، نشكر بابا وامي. قال جملة سيزون كاملة بشي عبدنا عليه يا ولدي. نحمد ربي ما وقفناش عليه الجملة بتاعه، وانا بكنا كفريق المدام معناه الحمد لله وشكر لله. هاي يا سيدي مالك الفصع، مالك الهرولة، ابني نعم. البوغوس الجميل يتخطفوا لي فيه، ولا كان قاعد على رويحته يعمل في برنامج مرة في الأسبوع، ولا رفيق خذاه أيامات وبعد جيت الانستيتيوسي قال لهم حاجة كيف كيف تخدم مع أخوي العزيز. شني كاني هرولة الامور وهرولة بيك. شفت نعيت لك المره اللي فاتت من الكاميون ورا الكار هذيك اللي مشي ماما دبوزانك هبطني هذيك اسمها ما نسيت لي انا بالبافيت بعد ما شفت اخر الكلام. سينو على عكس ما يراج والله عنده بوبولاسيون تبع فيه خونا دوبلكش العروسي اي نعم خونا عامر كوكا قبيله خالي يا صدقني بدل لي الوجهه نتاع النظر نتاعي على عالم الرياضه. خالي ملي عملت ريجيم وتابعته والحمد لله فز دياد معناتها فز ديهار الصحة وسافا وسلم لي عليه بالزهر تقابله سبحان الله قدام الراديو تقابله يا خويا محلى التاكسي ان شاء الله يكثر منه الناس ان شاء الله يكثر منه تاكسيات ان شاء الله يا رب طنوا عيوة جيبونا خلينا نحكيو معاه وخلوا عيوة شوية الوحيد اللي يفهم فيه صحيح صحيح بديكودور راشلي ابني المدلل الجميل فريمون مش بروتوكول صحي شادد من غادي والله والله شوي فيغ دو توا عايشك جوزيف صباح الفلفل بونجور وجه بونجور الاولاد بونجور اللي تسمعوا فينا ولا تفرجوا فينا على اي اف ام تي في بروتوكول صحي لازم منه سر التغيير هذايا سر التغيير قوم وريهم وحدة تجارة تدلدل كيف كيفيه تفارش كيفيه ماله منظم الطفل الصغير ماشي يقرا دودو عملتهم له الكل حطيت له دابو سجل تدلدل في جيبك جالك في سنتورتك دوبل بافيت لبست بافيت واحده المرفيت فسرت لكم عليه دوبل بافيت كعبه البوغانجا وكعبه المرت تو بوغانجا ما عادش شاده برشا معايا دوك كعبه بركه وليت ولد بنتي اللي تبدل زاده بعد التخرج يا راجع في بالكش تبدل علينا يا سيدي حكيلي ولا احكي معانا هكا من فوق زعما زعما وكل شيء على العرعود صباح الفل صباح النور كيف الحال والله الحمد لله لاباس جوست نحب نقول لك حاجه بركه تفضل مزيج نشنب علي اذا كنت حاب لا لا بعد مش نحكيو كان على العروض الاجنبيه وانما على التطاول نتاع دالية على عبيد يخدموا هوني في اي اف ام وقتها تو نحكيو عليهم بعد بيه داكور دو في عروضيات صحيتك نعم في تيزين بعثتك بوغانجا بافيت بيان سور ما تفرجتش بوغانجا غاثتها كيفاش قلت راهي معاش ليها يا بيه صحيت وجيت شكرا فوفا يلا يا سيدي حلقتنا نبداوها كالعاده باش سونداج لا يريفز يريفز للاميسيون تبارك الله عليك ممكن بشي طرد دونك قاعد يوري في روحه نحب نخدم في الصيف سؤال بيزار الساعه روبريك اسمها حرك بدنك معنا شفت كيفاه هو يحرك كيف لسانه على عجل على يورور علينا قوم حرك بدنك سؤال اليوم يهمك دالي الله الله اي نعم يا سيدي وهم سهسوها ايضا ان شاء الله خير وعنا زاد ايمان تي في يهم زاد برشا المقبلين على الزواج ايوا كيفاش يحضروا العرسهم في ظل الظرف الصحي هذا وتجاوبوني بكل صدق وصراحه بطريقه عاديه والا يقراوا حسابهم للبروتوكول الصحي واللي قاعدين نعيشوا فيه نبدا بك انت دالي باهي بصراحه واصل تو قريب 40 مليون باش نشوف خاطي البروتوكول الصحي خاطي البروتوكول والله بصراحه باش نعملوا في الاوبن سبيس هذه حاجه معناتها باش نحترم ما تسميش اي لا مانيش نسمي هكا تو علاه ما ما ما
ما سميش به مش ظهر ما طيح لكش في الفلوس ما عاودش طيح لي في الفلوس خد طيح لي مرة اللي بيت مش في الحمامات لا 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 بيه سيدي بالحق أنا نحترم البروتوكول الصحي أما قاعد نمشي ك اختي واختي بصراحة معناتها إن شاء الله بقدرة ليلة سيكونفيرمي نهار 19 أوت العرس مي معناتها إن شاء الله يا ربي معناتها كيف ما أنت تحب تعمل منظم وكل شيء كعبتين وكعبة القراب الأصحاب فريمون معناتها بالحق العروسة عملتولها بافيتك اللي بالعدس والكونتين والدنيا ولا ليه لا مش لقد حتى أغزر كيفاشها وكان عندنا إكزامبل موجود غادي كتفرج شفت كيفاه فوالا شفت ريما تتفرج معنا في التصاور هاوك الروب والليوم تاع العرايس زاد بنقص ستيفي يخدم شطر وجه والله من عينيه يا خوش يشطر حق على القليل يخدم شطر وجه تي بيان سور باش يخدم شطر حق هو لازم راهو تالي يحترم البروتوكول الصحي من بعد انتقاده الرئيس الحكومه باش تولي حراسه مشدده صحيح صحيح على العرس نتاعك دونك ان شاء الله يا ربي يفيد في الهنا بالحق نقول للناس الكل شايف فايده في الهنا وراهو الفرحه هي فرحه الليسونسيال لعبت تفرح لك وتجي تهنيك وكل شيء بعد العرس واللي بيه الفايده مش ليله العرس صحيتك بارك الله فيك مأثورة تخرج من الحصه نتاعك وجهها ولات ابعاد فلسفيه معناتها ولي نخدم عليها الحمد لله ايمان كيفاش عملنا ايمان تي في انت بقدره ربي ان شاء الله شنو بروتوكول والدنيا كل واحد ريتا تشتي قلت خليها على ربي انا مني جاي نهنيك من توا ان شاء الله مبروك كعبه البقلاوه وجيبها لي على بكري عش بنتي حطها لي لهنا وان شاء الله مبروك وربي يتمم وربي يوصلك سالمه ويا من عاش حتى نجيك نهنيك في الصغير تفهم رهبه الاستعداد كي تسمع خليها على رب شفتها كيفاه حاضرين باهي وبالنسبه للسهسوها احنا كيما لا بالسهسوها هذاك تخليها علي انا الام طبعا انا الام احنا شنو نعملوا تيست في وجهك انت اي اما نعملوا لي تيست مستدعي الناس الكل عم حبيب بالتيست لهنا اللي ملقح يدخل يجيب حذانا اللي مش ملقح يسامحنا تو نهبطوا له كعيبه البقلاوه اللوطه الناس اللي وعنا الفرملي محطوط قدام باب نتاع اي اف ام اللي داخل يشوف هذاك اي اذا كان بوزيتيف اي فيلمين اذا كان نيجاتيف مرحبا بيه طبعا على الستريمينغ اي اف ام تي في يتفرج من الدار وعنا البوق نتاع شو اسمه انت شو اسمه لو عشبته النقد في السياسة يحب يكمل معي ان شاء الله تسمعك اي ليه عدا يزيكا كهو يلا يا سيدي هذا كان سؤالنا انتم مستمعين تشاركونا برايكم على الباج متاعنا فيسبوك فيسبوك اف ام عرفت اف ام نوتخ باج فيسبوك اف ام دونك المقبلين على الزواج كيفاش يحضروا العرسهم في ظل هالظرف الصحي هذا بطريقه عاديه والا يقراوا احسابهم انا ضربت لي على البار وش يبارك كيفاش انا عرست اخر ديسمبر رجعت في مارس كورونا جت في مارس وكنا باش نوخروا العرس المارس الحمد لله على الاقل هكا العباد وقتها ما زدت كي بديت في بنش بها نحن في الفويس دو نوس وفما كورونا بارمون جبتها لتونس مش تبيك تعاود تقول هذا ما كانكش حكيت صحيت هذا ما كانكش تحكي هكا نهار اثنين عرعود مش يفرح بيك لا توا عرعود مش يفرح بينا الان في عرعوديات فصل ونمشيو للعرعوديات باش نمشيو معاك للعرعوديات نتاعك اكيد عندك دوبلكشيات باش تولي اسمها يلا عرعوديات اهلا وسهلا بكم في عرعوديات اي واحد ما يحبش يتعدى في الروبريك هذه عنده من عندي نصيحتين لا يتعدى لا في الراديو ولا في التلفزه التلفزه التونسيه راهي بيها رجع لنا المونجيلا والشاري والسبندرو كل شيء نبدا عليه بالجمعه بجمعك باش نبدا بكستري الحقيقه حرت يعني نحطه في ميديا ماج والا في عرعوديات وفي الاخر قلت خلي في عرعوديات خير نحكيكم على اخر انتدابات الموسم الاعلامي الانتداب الحدث نسمع بعض جوست حاجه بارك البارح راهو سي سفيان شكري وشاكيب درويش والله عطاوه شهاده قوي برشا قالوا له انت احسن كومنتير عملته في الموضوع ان النجم نقول خلود انتدبوا الخمسه يوم هذوما انتدبوا هز من اليوم كان تحب هزوا من اليوم حرك بدنك في السياسه على الاخر خليه مثال الشنجل من حزب الحزب صحيح وربي يستر من هنا لشهير اخر والنجم نلقاه دوبلكشي في
94 دقيقة بعد نجاحه الساحق هوني احنا قررنا نسلمه بكامل رضانا وفي كل قوة واحنا في كل قوتنا العقلية. اما الكوت صدق قوانا قوانا والله الله غالب هاي بابي حتى بش نقولك بش نقولك والله بش نقولك بيه لا علينا. ما اخونا الكوتش دالي صدق روحه ولا يتطاول حتى على زينب المالكي ويحب يفكلها بلاصتها هوني في EFM ويولي يعمل هو في الفوا اوف قايت ذي مالغزمو وقايت الكوتش دوك مش مش حرك بدنك مع الكوتش دالي حرك بدنك مع الكوتش دالي والله بعد ما نكلم لك زين بتسجل يا رحم ولدي بعد ما فات سيزون مسيرش تقعد لنا العام الجاي ان شاء الله اي خمم على العام الجاي سيد ومش في بالوش لي لا في الصيف موجود لا العام الجاي ان شاء الله طبعا اما جست اكثر من هكا يعني وصلت بين مرحله لاشواط متقدمه ولا يحب ينافسها زاده في الليبوب اي سيدي عندك الكرش وتحب تنحيها ولا عندك الكرش وجربت برشا حاجات ما تنحاتش تحكي مع ال نحكي مع الناس الكل خايبة خاطر خايب كي تبدأ بسؤال بليسيتي تاع يا فرش اما البارح اكتشفنا انه طول هذا هذه هي ذي البارح عندك الكرش وتحب تنحيها تتصل على الرقم كان الشعر البارح اكتشفنا انه الطفل هذا مش جديد عليه شيء على خاطر حتى من صغره حتى بريود الفاكولتي نتاعو كان هاك مرة ستاتيستيك في الفاك نقراو ستاتيستيك كلها برشا كالكول وفيرجوليت وواحد وكل شيء وانا ما حضرتش قدامي صاحبي بالزهر في الأمفي تياتر بحذاه واحدة قراية ماجور دو بروموسيون الأخي هو دبر أمور وانا من تالي يا فارس حاتي لي يا فارس هو يحط لي الورقة من هنا وانا نحب نشوف ما نجمش خاطر ناقص نظر هو يقول يمل عليا وانا ما نسمعش الأخي في الأخر تنرفز جا البروف قال له يا مسيو بعدني راهو لا يسمع لا يشوف ما عاد ما لقيت لهش حل انت جيت الدنيا هنا ازاي انت جيت الدنيا ازاي سؤالي الوحيد انت جيت الدنيا هنا ازاي نجم جاوبني كوتش جايين للدنيا ما نعرف والله امي قالت لي راك جيت ساهل للدنيا خاطر امي ولدتني في الدار تحتها كديرك العتبة متاع الدار هو مش نقول لكم حاجة خشبي هو عاد عندك روبريك بعد احكي على انجازاتك تعرفوا جورج نصيحتي ليك هي هي طردوا وانا جمهور العريض معك حقا حب نشكي لك من خلي البحر البارح مروح انا وبو غنجة وهو طلبنا في التليفون انا نحبك من بعد تسأل بو غنجة تقول لها هو شنية قال لك وانا نحب زيدا نشكي به على خاطر كما قلت لك ولا يتطاول على اخته هي اخته الكبرى اللي هي بو غنجة وعلى ولد بنته وزيد حتى اكثر من هكا البارح يتطاول على وجبش اكثر بوية تذكرها في حياتك وجبش ما خلطش علي نصور ولدك ما خلطش تلعب بالبوية في صغر شنية ما خلطش عجبك شي خلط خي بالك شي من قرن 18 يغش في الجمهور ويحب يكبرك زاد قدام كنت هذه عراضيات لليوم نتقض معك نهار الاثنين الجاي ان شاء الله في عراضيات الجديد سوسة ولد بنتي في الدار سوسة في الدار سوسة عمل مشاكل مع الناس الكل الاخوات تعاركوا في بعضهم اللم باش يدخلها خولة مع اولادها شنو ذي بغنجة تسمع فيا تشوف فيا هز ولدك هز رجعوا لدار بوه رجع يمشي بحدا دار بوه يمشي لمامته الاخرى يمشي للعمومات الكلهم مشاو على بعضهم مشاو على بعضهم يقول لي تبارك الله الميسيون تمت بنجاح بيجي هوني يكمل يترشقنا نعنا معروف ميدالية ذهبية في رمي الكاموس واضحة الفوكاسيون شكرا لك عرعوديات كانت هذه الزميرة اليوم مع العرعوديات مع اخواله هذاك هو ربي عملي مشاكل مع وجبش والله يا ربي ليه 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 عملك مشاكل حد شيء انا في فمي يا اخي دقيق ماني جاوبتك انا عارف بعد باش تاخذ في موقف كي تسمع عشان يقال امينه ابو غنج لا انا ما نحبش في امينه باركونت لا هذيك بنتي الكبيره اللي هي بيكم تكتب لكم تطبع لكم تخرج لكم في اوراق يعلم ربي بحالها تشري بافاتي تشري لك السوائل هذوك نتاع الواحد الكل الفيروسه ناركي متفشفش فيكم تخرج فيكم هكا تهبلوا وانت تعرف شكون خوها المفضل ابو غنج انت خوها المفضل هكا ولا ليه ابو غنج ما علاش تشكي بيه ما لا افضلي انا سكيزوفرين يا عائلة سكيزوفرين يلا يا سيدي 59 دقيقة يجيني وينك بتاع احوال الطقس الاخبار ومن بعد باش تجيكم بيان سور ليلي تعطيكم برشكم وطلعكم كيف ما نعرف انا ومن بعد نرجع لكم انا وابنائي في المدام وجهة من توا حتى نص النهار
نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام مستمعيني راديو اي اف ام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا كيف ما العاده. نشكم لقيت هذايا باش ناخذوا شويه امل وشويه تفاؤل وبرشا حب، شويه شويه امل حب برشا. كيف ما العاده ما تنساوش ان شاء الله موعدنا يتجدد نهار الاحد ان شاء الله كان عشنا من نص نهار الماضي ساعتين في الليل تنسي بيان سور. ساعدنا حضوركم، نقدكم، اقتراحكم، خاصه تطلبونا وتشاركوا معنا، تطلبونا على 31 380 ألف. وكيف ما العادة أستغلي لي من 8 إلى 11 إن شاء الله إن شاء الله. دونك نبدأ كيف ما العادة بالحمل الويدية بويكاند، حمل إن شاء الله ويكاند رومانسي، ويكاند حلو، في برشا فلوس، في برشا أخبار سارة، خاصة اللي هكا تعشوا وضغوطات والهمات اللي تعديت على ورقة تريز امبورتونت، حاجة مهمة على الأخر. وكان فما نوع من القلق وعلى التوتر على الروتار وعلى التوخير وعلى الخطوات البطيئة، الحمد لله إن شاء الله أخبار مزيانة. دونك ما خذيتش خبر البارح والبارح إن شاء الله اليوم. دونك عندي ويكاند بإذن الله مزيان ورومانسي وحلو وملم، خاصة أنت الحمل. وأخيرا وأخيرا رجعت خذيت التوازن نتاعها والتفائل والأمل والثقة في النفس سورتو، وهكا عندهم طاقة إيجابية اللي نجموا يتجاوزوا بها الصعوبات الكل واللي حلوا بها الحاجات اللي كانت مقلقة في الفترة اللي تعدات سورتو من الجانب العائلي أو العاطفي. دونك إن شاء الله ويكاند هذا ويكاند في حوار ممتاز اللي نخرجوا منه من نفق القلق إن شاء الله. أثور حاول تحافظ على التفائل والانسجام وتقبل الأوضاع، ما تنساش لي أنت فترة حساسة شوية وذي هي المرحلة المزيانة كما قلنا الفترات اللي تعديت ذاك لونتخي ما أنت في البلال برانسيبال طوى. دونك حاول توسع بال قدر المستطاع، ابعد شوية على الضغوطات على الخدمة على البرشة حاجات اللي تقلق خصو في الويكاند ذي تستعد الأيامات اللي جاية اللي فيها حركة ممتازة وسريعة في نفس الوقت. مراوة إلا رجل سخطو أنثى أثور اللي عندها قلق في الجانب بالمادي ان شاء الله اليوم عندك اخبار ساره، عندك توسعات ممتازه. الجوزاء اللي قلنا عليهم خذوا التوازن الكلي وخرجوا من الضغوطات. الطقس كيك يبدا فيه نوع من الغيوم، يبدا رومانسي شويه، يعطي طاقه ايجابيه للابراج الهوائيه اللي هما الجوزاء والميزان والدلو. يعني نجم نقولوا اليوم نهار سبيسيال للابراج الهوائيه، خذوا طاقه ايجابيه، خذوا شحنه تاع اراده مزيانه، شوفوا الاوضاع بعمق اكثر من غير اندفاع من غير تسرع. والباقي نقول فما البون نوفيل سوغ لا غوت ان شاء الله الايامات اللي جايه، معناها اخبار ساره واحداث ممتازه بالنسبه للجوزاء في العموم. السرطان، السرطان اللي هما من اكثر الابراج براج تألق، ولو كان ليمات ذي يعني الويكاند ذي ولا من هناك الأربع أيام الزومة نعرفوا باش اكتمال البدر. دونك نجم يصير نوعا ما من الضغط النفسي غطويت معه من غير سبب، كما نجم يكون فما سبب. نحاولوا ماذا بينا ما ناخذوش القرارات، ما ندفعوش، ما نتسرعوش، ما نبلبزوش الحاجات اللي عملناهم في المده اللي تعديت. حافظ على كل الخطوات المزيانه، هذا ما يمنعش حتى لو كان عندك مثلا الاحساس بالضغط نوعا ما، عندك زاده ايجابيات بغلال. دونك شوف الجانب المزيان، الجانب المذيء. ان شاء الله ويكاند هذا ويكاند مزيان، ويكاند رومانسي للسرطان امراه والا رجل. دونك اللي عنده قلق مع البارتنر نتاعو حاول تصالح شويه، تعيش على لحظه حلوه، تعيش ديما اغريابل، تاخذ شحنه مزيانه باش تكمل تواصل بها ان شاء الله. هذا ما يمنعش اللي عندك بون نوفيل قريب قريب تخلط مع جشتابتا خاصه عمليا او ماديا. الاسد، الاسد اللي عندهم التوازن الكلي ليمات هذوما ما شاء الله عليهم، وسنده كوكبيه خارقه للعاده، معناها حاجه ياسر ياسر مزيانه. تحس الصيد اللي حتى لو كان فما نوع من الضغوطات والا القلق والا التوتر عندهم طاقة التحمل وسع البال والصبر، فريمون حاجة ياسر حلوة، حاجة ياسر مزيانة. واصل بالطريقة هذية وإن شاء الله إن شاء الله ويكاند هذايا سبيسيال بالنسبة للشهرة اللي اتعديت دو تخوا موا أون أغيير. نجم نقولوا الأسد ما عادش هكا وقت مزيان ورومانسية وبيان أونتوغي والأمور خارقة للعادة. إن شاء الله ويكاند هذايا ويكاند سبيسيال، ويكاند مميز عند الأسد كسوا مراوة إلا راجل. أنثى الأسد حافظ على التوازن، زين اياك والاندفاع، ما تجيش اخر دقيقه ونبلبزوا كل شيء. احنا صبرنا صبرنا، خلي اللي جاي احلى، وان شاء الله الايامات اللي جاي توضح برشا حاجات حلوه اللي تصلح لك برشا معلومات. العذراء استقرار كلي من نواحي الكل، نقولوا توازن ممتاز، خطوه ايجابيه، ايجابيات خارقه للعاده، عمليه الامور على العال، مدين كيف كيف، توسعات ممتازه. الانثى، الانثى والا رجل العذراء مستجد اللي باش يبدل برشا وضعيات
بالحق خارقة العادة وحلوة على الأخر، وديما نقول ونعاود نشوفوا الدنيا بمنظر واحد آخر بحاجة يسر حلوة. دونك انطلق بطريقتك ولا من غير تردد، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. الميزان اللي هما من الأبراج المتوازنة، قلنا اليوم نهارهم الأبراج الهوائية اللي على طونت اللي يستنى في حاجة مزيانة. إن شاء الله اليوم عندك أخبار سارة، عندك سيرفريز، كوتفيل، مساج، إيميل، حاجة يسر 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 حلوة بالنسبة البرج الميزان. خطوة خارقة للعادة، أنا قلت ليمات اللي تعديت أصبروا شوية، ليمات الجاية باش توضح برشا حوايج، وعندكم فترة الحصاد اللي هي ممتازة أنتم فيها يا ميزان. عروض خارقة للعادة سو ويكاند، مقابلة غير منتظرة عند برج الميزان، وإلى إيفنمون غير منتظرة، حدث خارق للعادة. العقرب استقرار كلي من نواحي كل، حتى كان فما جزء منهم هناك جات فترة اللي حسوا بها بالضغوطات وإلا تولت بهم المدة، قلوا سيئي رجعوا خذوا الثقة في النفس والإرادة والعزيمة والحاجات المزيانة اللي فيهم وصحت راس والعناد وكسيتغا. دونك رجعت العقرب كما عقرب. دونك إن شاء الله ويكند ذاية ويكند ممتاز ويكند اسبيسيال. رجل عقرب أخذ قرار يخرجك من وضعية اللي هي مقلقة ليمة الأخرى، اللي ما عرفتش تاخذ القرار قاعد تاخذ تعطي. نجم نقوله كان فما جزء عندهم غفلة صامبغ شوية، الحمد لله مشى على روحه، طبعا عندك غفلة إيجابية، مساندة كوكبية خارقة للعادة اللي هي مات اللي جاية بشغلت عليك كوكب الحظ وشغلت عليك كوكب الجمال. دونك استعد لليمات اللي جاية يا عقرب من أحلى الأيامات. اللي كان شات معك الأمور وبعد عملت بوز صغير وبعد عودت انطلقت مرة أخرى، دونك انطلق من غير التردد وعيش الوضع وعيش اللحظة، وما تقولش لي على حاجة على تجربة ما تعرفيش ولا ما عشتيش. القوس انتبه 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 قدر المستطاع، إلى حسيت بروحك بالحق عندك هكا في مرحلة متعتاء قونجيح وغرج من الوضع وعروض خارقة العادة وإكيليبغي وتحس لبونغ وكل حاجة تلك المزينة كل مش كل حاجة المعذاب في اتنسيون ماكسيموم قد ما تنجم، خاصة في الجانب العملي، وابعد شوي على الإسراف واستنى ليامات اللي جاية اتفافاغ معناها الفيكتوار والانتصار على برشا أحداث اللي كانت مقلقة انتخوتخ القوس في المعناه في الخطوات الإيجابية اللي صارت ما صارتش معاه بالسهل مكمام طوى بإذن الله البولون في يدك وانت تتصرف بطريقتك. المهم انتبه ما تخليش الحاجات البسيطة اللي نضيع منك حاجات كبيرة برشا. الجدي الجدي استقرار كلي من نواحي الكل الكل الكل. طب شتحدو الأنثى الجدي اللي هي عندها نجاح، اللي هي عندها تألق، اللي عندها تسويت وضع في الجانب العملي، واللي هي عندها تسويت وضع في الجانب المادي. ما ننسيوش حتى اللي قاعدين في الدار عندهم نصيب، عندك حاجة يسر حلوة اللي باش تبدل معتاد، وديما نقولك راه كان تجيك حاجة تجيك مزروبة وماكش تستنى فيها وما تعرفش منين هكا باراشوتي كاتو دو جو اللي فيه تعويض ممتاز. إن شاء الله ويكاند هذايا ويكاند خارق للعادة، تحس روحك بيان اونتوغي، تحس روحك إكليبغي، تحس اللي عندكم طاقة إيجابية اللي تنجموا تعملوا بها اللي تحبوا عليه وتوصلوا به بها بالطريقة اللي انتم تحبوا توصلوا. الدلو الدلو قلنا اليوم نهار سبيسيال الأبراج الهوائية، اي سوختو للدلو، اي دلو موعد ولا كلمة ولا وعد ولا اللي هو، ان شاء الله اليوم نهار إيجابي، نهار المصالح، نهار الإيجابيات. اي قضية اي وضعية اي قرار اي حاجة تحب تعملها بتلقى الحظ معاك 200% مش 100%. دونك بروفيت اليوم للماكسيموم قدر المستطاع، واللي يستنى في كلمة ولا ورقة ولا دوسي قضائي ولا غزل تعرض معناها دوسي صحي ولا حاجة في مؤسسة من المؤسسات في الجانب المادي، أي نتائج عند الدلو اليوم نهار مزيان، نهار اسبيسيال، نهار خارق للعادة، مش 10/10 20/10 إن شاء الله. دونك بروفيت لو ماكسيموم وحافظوا على جانب التفاؤل والأمل والإرادة والعزيمة. ما ننساوش أنثى الدلو عروض ممتازة عاطفيا، أحسن الاختيار وأعرف باش تتصرفوا، إياك والتسرع والاندفاع. كما العادة نكملوا بالحوت اللي هو من الأبراج المتألقة ليامات هذيا، مخذين توازن مزيان برشا، إيجابيات خارقة للعادة من نواحي الكل. بالحق اليوم نهار مزيان، نهار اسبيسيال في الأبراج المائية، البرج الحوت، يعني أي حوت عنده أي حاجة إياك والتردد، وإلى لقيت روحك معناها في وضعية مش هي وهك تحس روحك باش تنفع ماذا بيك تأجل، عندي مدة وانا نقول لك الحوارات تأجلها باش تفهم، وليمات اللي جاي توضح لك برشا حاجات باش تعرف كيفاش تحاور، تعرف كيفاش تنطلق، وتعرف كيفاش تدافع وتحمي نفسك بطريقة مزيانة من غير اندفاع اللي تسبب لنا في المشاكل من بعد، والا نتسرعوا بعدنا القور واحنا زدنا عقدنا الامور اكثر واكثر. انت الحوت حب كبير، برشا فلوس، استقرار كلي، دخلت على الفترة الإيجابية اللي هي ممتازة على الاخر، مساندك
بيا بخرقه للعاده، انت بينك وبين نفسك تحس روحك بيان اونطوغي، تحس روحك اكي اللي بغي، دونك عيش اللحظه بروفيت لو ماكسيموم، ما تضيعش الوقت، ما تضيعش الفرص المزيانه. ما نعرفش علاش الصعوبات نتقبلوها، نلقاو لها الطاقه والايجابيات نقعدوا متردين، ماذا بينا ناخذ الامور كيف ما هي، واللي يصير تو يصير باذن الله، وان شاء الله يصير كان الخير. ديما في الاول وفي الاخر نقولوا تفائلوا خير، نلقاو كان الخير، شنهاركم اسعد الايام. IFM Astro Lily Tendobi. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. العشرة و18 دقيقة، مرحبا بالناس اللي التحقوا بينا توا توا في المدام وجهها واو اولادها. مانيش وحدي دائما وابدا، ديما تبارك الله مسخنا كتفي بوليداتنا عبد السلام عليهم دالي، صباح النور، صباح الورد، البوغوس ملك الهرب، اهلا بيك، صباح النور جوزيف الخدام. اهلا وسهلا، ولد بنتي طردناه خاطر يعمل في النميمة، دونك خرجناه لبرا، وكما ما حوقت اللي نبداو حشنا بيه بخبير يجي بحذانا. تلتحق بينا ملكة المطابخ، صباح الفلفل، صباح الورد، اهلا بيك، صفاء ورود ودنيا وجو الوان واجواء. اليوم عندنا بالطبيعه الوان واجواء. هاي يا سيدك بن سيدك، نجي لك انت ولا نمشي لك حرك بدنك في شو الفصل الحكايه، شوف فصل الحكايه بعد حرك بدنك نشوف فصل. كل عادة في فاصل الحكاية وجوش نحكي لكم حكاية متاع حكاية بالكشي شبيك أتري ساف غالط الكرسي الفرامة مش مجدود الكرسي يا بط لازم تفضحني يوسف رابك رافي عبد طايح قدام مش لحش لعب ما هو ليلي تبارك الله طويلة تهز الكرسي الفوق بالكل نجي أنا نبدأ تعال غالب علي كل عادة نحكي وحكاية متاع حكاية بالكشي ما تعرفوش حكايتها وانت هي قدامكم كل يوم الجمعة هذي عملنا سبيسيال صيف يحكينا على البيسين نوت البارح والبارح حكينا على البوي اليوم باش نقعدوا في جو الصيف وباش نحكيوا على حاجه انديسبونسابل في فصل الصيف اللي هي لي لونيت سولير. منين جات، شكون اخترعها، وكيفاش تطورت عبر الزمن. اليوم باش نفصلوا حكايتها، فما زوز روايات وجوش كيفاش ووقتاش تخلقوا الحكايه اللونيت سولير. اللي الروايه الاولى تقول انه لي روما هما اللي اول عباد لبسوا لونيت الشمس، ينعمل يعني موضوع قديم برشا. الامبراطور نيرون هو اول واحد لبس لونيت شمس في العرك نتاع الجلادياتور، كان يتفرج اترافير نظارات بالامرود، كانوا لي فيغ امرود، هذه حسب الروايه الاولى. الروايه الثانيه تقول انه لي شينوا هما اللي عملوا لي لونيت، هما اللي طلعوا الفازه هذيا. قال لك لي جوج القضاه كانوا يلبسوا دي لونيت بالكوارتز باش يغطيوا الملامح نتاع وجوههم كي يستجوبوا المتهم مين ولا معناتها اللي حقوا معاه اللي تيموان. اما هو في 1752 وين المخترع جيمس اكيوث هكا بالضبط اسمه اخترع اول لونيت دو سولي. اما الهدف ما كانش باش يحمي من الشمس، هو جاب فكره باش يصلح الفيو، هو الاختراع نتاع اللونيت دو فيو تخلق قبل شويه من 1752 شلق اللي ناقصه كوريكسيون في التانت، معناتها وعمل التانت بلو والتانت جون اللي تو نعيشوا بهم في لونيتاتنا دو فيو، فما لي تانت جون ولي تانت بلو يحميونا من الضوء كي تلبس لونيت دو فيو. هو البيوت نتاعو شو نثبت في البيوت نتاعك تشتغل بها تانتي شوي في اللصر تشتغل بها تانتي شوي في اللصر. السكسي الكبير في القرن عشرين وجوج بعد الحرب العالميه الاولى، كيما برشا دي زوبجي في العالم هذا الاكسبونسيون نتاعهم صارت في بعد الحرب العالميه الاولى. لي بيلوت دو شاس كانوا يلبسوا فيهم انسبيريو العباد باش يلبسوهم بعد الحرب العالميه الاولى. 1930 فما اللونات اللي هي عملت ضجه مش نورمال في عالم اللوناتات اللي هما لي زافياتور نتاع الماركه اللي مش نذكرها لانها تتباع في تونس اما نتصور كما اللي قلتها تا لا عندها اسم الماركه اسم اللونيت اسمه لي زافياتور الموديل اسمه دار ما نجموش نسميه اسمه واللي لليوم مازالوا يخرجوا دي كوليكسيون منها الماركه هذيا لي زافياتور يخرجوا لي كوليكسيون منها. طبعا بعد في الفاصل نقول لك على الاسم وش تقعد معروفه عاد يلبسوها الكل راهو بين يبسول كل ومن وقتها لي لونيت ولاو انديسبونسابل في حياه الانسان. من 1930 ولاو انديسبونسابل في حياه الانسان قريب 100 سنه. تو اغلى لونيت في العالم حسب رايكم بقديش؟ عاد حسب رايك انت انا اغلى لونيت في حياتي شريت. انا وكل اللي فريمون دللت روحي على الاخر وقلت منها نخلق وفلاشيت عليها وكل شيء 850 الف اغلى لونيت درسوف شريت
هكيك هكيك ود مليون و 800. وانت يا خويا راجل دايما ما فاتتش 500 دينار. ما فاتتش 500 دينار. اغلى لونيت هي لونيت دو ريغو فيجن. دو ريغو فيجن هي كيما نقولوا نحن اوبتيسيان كبير في العالم, عمل كولابوراسيون مع شوبار. شوبار الماركه نتاع الذهب والفازيت تاعكم نتاعكم والنيجل وكل ب 300 انا ما نكسبهم الجمله. اي 339 الف اورو تباعت اللونيت هذه, تباع 51 كعبة في العالم, قريب مليار توينسة معناتها اللونيت هذي. فوالا وش مالا لعب مالا شو مالا لعب ذا منيقل واللونيتات ودرشنو يلزمهم فورتون معناه باش عبد يبدأ هكا شيخ بيهم سيرتو المنيقل. هو الحقيقة المنيقل أغلى برشة من اللونيتات الحقيقة متاع ربي. هنا منقلة تعجب لي كي نمشي نشوفها قل بلي قيسة هك تجيني في يدي محلة صحيح نغزر هكي الماركة ما نعرفهش نقول ميساش مهمنيش المهمة هك تخدم ما أنا أكثر حاجة نقولها بربي تمس الماء هذاك المهم. اي خط نورمال ننسى ندوش انا ومونجيلتي وشاركتي وبلالتي كله يهبط كله يهبط. شكرا ليك شكرا يعيشك جوزيف. ميرسي. ما حبيت نسال اول نت عملت بالكويغ ولا باللوح ولا بيش باللوح نتصور كانوا اي خط لي روما كانوا يستعملوا برشا اللوح دونك نتصور باللوح كانوا يحطوا معناتها الماتير اللي كانوا يستعملوا ليمرود كانوا يغطيو بها كي نصور اللوح. وعندنا ماركه تونسيه مزيانه برشا من الجوزه. محلامك زوز خوات اللي عاملين في صفاقس يهبلوا ماركه تونسيه وانتشرت برشا في العالم وبرشا دي ستار لبسوا منها, منهم كاورجي كبار كيما دانيال فيز عنده تصويره بها. خساره ما نجموش نسميو الماركه مي عندها سكسي كبير برشا في العالم. ذكرتني فيها ذكرتني فيها نمشي ناخذ زوايز نبدل بهم نبدل بهم وتمس الماء حاسينو ديما على خاطر. وتعرف الحاجه الباهيه في الماركه التونسيه اللي في تونس يتباعوا ارخص من اللي لبرا, خاطر انا مشيت شفت دي سوبتيسيان لبرا يتباعوا راهو غاليين برشا 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 لبرا من تونس, وفي تونس مهبطين الاسوام للتوانسه. اي يعطيهم الصحة وانت يعطيك الصحة. شكرا شكرا ليك. يلا يا سيدي جاء وقت حرك بدنك, جاء وقت سبور. معانا الكواتش ودالي توا باش يعطينا الفيديو اللي قلنا عليه البارح, وعدنا اللي باش يعمل فيديو يعطيكم فيه ليزيكزارسيس اللي باش نحيو بيهم الكرش. نمشي الحركة تفضل. غو بونجور وجوج غو بونجور العباد الكل اللي التحقت بينا. كيما وعدناكم البارح دونك قلنا باش نعملوا فيديو فيها 5 اكزارسيس نتاع كارديو سبيسيفيك للابدو, وفيها زاده 5 اكزارسيس دو رانفورسمون تقويه عضلات الباروا ابدومينال الكل. دونك خلينا نبداو باللي زيكزارسيس نتاع الكارديو قبل ما تشوفوا الفيديو كامله دونك على اي اف ام تي في. قبل ما نحكي على لي زيكزارسيس خلينا نقول لكم كيفاش نخدموا لي زيكزارسيس. من احسن لي ميثود ولا من احسن الحاجات اللي تحرق اكثر غريس هما لي زيكزارسيس هيت معناتها الهاي انترفال انتنسيتي ترينينغ. دونك نحاولوا ناخذوا لي 5 اكزارسيس نختاروا منهم اي اكزارسيس وانا اختاروا زوز ثلاثه حتى واحد برك ونحاولوا نخدموهم 30 سكوند دو ترافاي 15 سكوند دو ريكوبيراسيون. دونك ناخذوا اي موفمون تشوفوه في الفيديو نخدموه 30 ثانية نرتاحوا 15 ثانية ونعاودوا حتى لين نكملوا السيري متاعنا. سواء نختاروا اكزرسيس برك سواء نختاروا 3 وإلا 4 ولا 5 اكزرسيس كيما تحبوا. نمبر اكزرسيس راهو ما معناتها ما يعني حتى شيء بارابور للميثود متاع لونترينمون, خاطر أهم حاجة هي الميثود دونترينمون. قد ما تبدا الميثود دونترينمون افيكاس وقد ما تبدا الميثود دونترينمون سبيسيفيك لك الحاجه هذيك دونك قد ما تبدا باهيه ونلقاو ريزولتا خير وفي اقل وقت. دونك الحاجه الباهيه في الهيت هما تلقى ريزولتا في اقل وقت, معناتها في بلاصه ما نخدم انا باي اكزامبل فوتينغ 45 مينوت ولا 30 مينوت بار جور. دونك نحاولوا نخدموا الفراكسيوني هذا ولا انترفال ترينينغ يبدا مقسم يحرق اكثر دي كالوري ويقعد حتى ال 48 ساعه هو يجبد من الغريس. دونك
48 ساعة بعد الانترينمون هو يجبد من الغريس سبيسيفيك للابدو. دونك خلينا نبداو بالليزيكزارسيس. ليزيكزارسيس اخترت لكم من اسهل ليزيكزارسيس اللي فما، دونك مش تلقاو الفيديو كامل على اي اف ام تي في. نتعداو ليزيكزارسيس دون فورسمون مسكولير، على خاطر يلزم باش نحيو الكرش يلزم نكونوا خدمنا الكارديو وزاد الرونفورسمون مسكولير. باش نعطيكم ثلاثة حاجات اسونسييل قبل ما نبدا نحكي على كيف ليزيكزارسيس، خاطر ليزيكزارسيس تنجموا تلقاوهم في البلاصه كل الانترنت ولا يوتيوب ولا حتى فيسبوك لي ريزو سوسيو. مي خنفسر لكم كيفاش نبداو نخدموا لي زيكسيرسيس خاطر هما اهم حاجه. فهم برشا عباد ياخذوا لي زيكسيرسيس نتاع كيما ناخذوا الكرانش، معناتها الاكزارسيس تاع الابدو هو تراديسيونيل، ويبدا يقولك خليني نخدم ماكسيموم دو ريبيتيشن، يبدا ان بي مولاك اطلع اهبط اطلع اهبط، سي با سا لو بلوز امبورطون، على خاطر قاعد نهلك ولا نضر في ظهري باللوطه ولا البارتي سيرفيكال. دونك نعرفوا لي كولون فيرتيبرال سي تري معناتها سنسيبل بارابور للي موفمون. دونك خويا علي عروض باسيد مرحبا. دونك لي تكلمش مسكي ما ضحك هو يظهر يتبع نظريه ان بي مولاك في السيونس اللي عملها، دونك هذاك عليه عقل روحه في الروبريك. تفضل. دونك نعاودوا نكملوا كيما قلنا، راه مش فايده في النومبر دو ريبيتيسيون واني انا نخدم رابيدمون ليكزارسيس، راه فما 3 فاز نفكر فيهم، على خاطر اهم حاجه هي السيكوريتي نتاع البدن. وهما شنو هي الكولون فيرتيبرال؟ سي تري سنسيبل، دونك يلزمني نحافظ على البادودو والبارتي سيرفيكال، خاطر فما برشا عباد بعد ما تخدم لابدو تقول اي عندي وجعة في ظهري من اللوطة ولا عندي وجعة في البارتي سيرفيكال. دونك لي 3 فاز هما شنو هما؟ الفاز الاولانيه هي سنسيبيليزاسيون، دونك اني انا نحس ببدني واني انا نعمل لي نوسيون دو سيكوريتي، معناتها نقول اني ظهري بلاسيتو في موفمون صحيحه، اني كرشي معناتها دخلت صورتي، اني البارتي سيرفيكال تكون مش مقوسه، اني يدي كي باش نحطها ورا راسي من تالي ما نحاولش ندز، على خاطر كي باش ندز كيف مش نهلك البارتي سيرفيكال. هذه الفاز الاولى. الفاز الثانيه اون فوا نلقى البوزيسيون اللي هي ايديال للاكزرسيس تتسمى الفاز دو ستابيليزاسيون، معناتها اني انا سي بون هذيك الموفمون ولا هذيك البوزيسيون اللي باش نبدا بها الموفمون. والفاز الاخرانيه هي الاكزيكوشن، دونك اللي هي الاكزرسيس بيدو، وما نحاولش نزرب، على خاطر قد ما نزرب قد ما نكاموفلي لي زيرور نتاع الاكزرسيس. دونك نحاول نخدم بشويه الموفمون، وراه لو بلوز امبورطون مش اني انا نطلع الفوق باش نخدم الكرانش، معناتها باش نخدم لابدو، راهو حتى كان ما نطلعش الفينومين نتاع لابدو هو شنو الكونتراكسيون مسكولير، معناتها اني انا نكبس الباغوا ابدومينال نتاعي. دونك اشاك فوا كنحاول نطلع اوتوماتيكمون باش نكبس الابدو نتاعي. فما حاجه جات من بعد لي زيكزارسيس هذوما ولا لي زيتود هذوما، انه منحطوا وكل السنتور في الابدو تبدا تعمل لنا الفيبراسيون ولا الكترو ستيمولاسيون. دونك هذيك شنو هي الفينومين هي نفس الحكايه نتاع الكونتراكسيون مسكولير، هي تعمل لك دي الكترود مش تبدا تكبس وترخف في الميوسكول ابدومينال. دونك احنا نجمو نعملوا نفس الفينومين مي ناتورالمون، اني انا سي تري سامبل نقعد حتى نبدا واقف، اي مراه تنسي نقعد حتى نبدا واقف لا معناتها حتى نبدا ما نعمل في حتى شيء، مش لازم تو انا مقبله وانا ساكته راه فض على مخلط طيب مش معناتها قصدي مش نخدم في ليزيكزارسيس نتاع سبور ولا ليكزارسيس دابدو، حتى نبدا واقف ولا قاعد نتفرج في التلفزه ولا قاعد نعمل في مارش، نجم نعمل لك الكونتراكسيون مسكولير نتاع الابدو ما غير ما نخدم ليكزارسيس بيدو. دونك حتى كي نبدا نتفرج في التلفزه نكونتراكتي كرشي نكبس كرشي ونسيبها نكبس كرشي ونسيبها برشا مرات، حتى لين تحس انه فما حراق في الابدو نتاعي. حراق دونك حراق شعب. نعطيكم استوس يلا عطين نعطيكم استوس ياسر سهله وياسر محلاه للعباده اللي تحب تخدم الكرش ما غير ما تتعب روحها. هي سي تري سامبل، نجبد نفس بالكدا نحاول نجربوها حتى في استوديو، ونخلي صورتي لداخل، دونك اي جو كونتراكت لي زابدو. ان سارتان مومون نبدا ما نقطعش النفس، لازم لا هذا هو الصعب نتاع الاكزرسيس، انك تجبد النفس تخلي كرشك داخل. لازمك وقت شنو ما تقطعش النفس؟ لا ما تقطعش النفس، تقعد تتكلم مي الابدو نتاعي مكبوس. تليها هذا اللي سهله برشا هكا نجمو صحيح نجم تخدمها. حتى يوفى الاكسجين؟ لا مش يوفى الاكسجين، حتى تحس فما وجيعه في شعبي في كرش في الكرش، دونك اوتوماتيكمون نجم نعاود نرخف روحي ونعاود نعاودوا الموفمون هذا برشا مرات. دونك هذا الاستيوس نتاع اليوم تنجموا تخدموها كيما قلت لكم في اي وقت وفي كل بلاصه. ميرسي بوكو
دليل شكرا ليك مش في اي بلاصه وشكرا ليك على كل حال ديما ردوا بيكم بحذا الغاز ليه كيف ما هو يصور لنا بحذا ترتوشه الطاوله البوانتو رد بالك ما تعملش زيكزارسيس خاطر تتدمغ هو ديما وين يصور لنا حاجه كيف نكيه في داره فوق الشوك برد الجليس اليوم فوق الشوك والكز والبوك وكل شيء عمل زيكزارسيس على كل حال تلقاو الفيديو كامله على الباج بتاعنا فيسبوك اي اف ام مع الكاوتشو دليل زيكزارسيس افيكاس احنا نضحكوا لكن هما تري تري افيكاس باش تنحي الكرش زاد معلينا بحر اللي في زاد معلينا بحر دونك لي زيكزارسيس هذوما ياسر ياسر باهين وقيت نعملوا دوله في المارشي دوله سمعتوني نعملوا دوله في المارشي نمشيو نشوفوا اسسوها اليوم في مارشي بومهله صباح النور بونجور بونجور شحويلكم سافا وانتي والله تخي بيان انا قررت حاجه يا جماعه تفضل القرار نتاعي تفضل مرحبا بيك تعمش بيك بحدا انت محل مسكر ولا كريم شومه واقف ولا كريم شومه قررت نهار الخطبه نتاعي نهار 30 جوان راني مانيش حاضره ولا ما نهار 30 جوان باش نحط شو اسمه كناسترو الكناسترو اي كناسترو الرمو الكناسترو اي الكناسترو الرمو يعطيك الصحه انا كافي مخه كان فرد مره اي باش نحطه بحد ربي سبحانه قص عليها سبحان الله سبحان الله سبحانه قص عليها البث خدم في مخها حتى في الفيونساي نتاعها اسكت سي با بوسيبل مونديوز نو هذا شنية سلوا الفيشه من غادي فيرمتور سنترال ليه مخرج شنو هو عنده ربع ساعه يتكلم لوك شنو هذا وين الطفله ضاعت لي في بومهل ضاعت مشيت في الزحام يلا نمشي لبوا مارشي نمشي للكوجينة اعطيني كوجينة بحذايا يا اختي شنو الحالة ذي درسوه جبت لي حويجة مبرد بها قلبي شكرا يا ميمتي والله تعرف يا بلول هاي رجعت لي بالله خليني غدا واقفة في الشمس وحال حليل ها نعم رجعت انا عرقت ولا الكونسولير مشيت وحالتي حليله تحب تخدموني في الصيف مارشي ماله ها شكون مشي خدمك انا في الصيف ماخذه كونجي باش تلين زهز لك ونقد لك ونشد نخرجك الفرارش والدنيا والكل نغسلهم عندي زرابي وعندي كويتيت قلت لكم عاد نرجع لكنسترو اي قلت هكا لحبيبي واصحابي بالجمله وبالحمله يعطيوني رمو خاطر لوتية 30 جوان لوتية 30 جوان ترجع لكم في الافراح ان شاء الله انا معناها شنو نجي معناها انا نجي نخدع الشعب الكريم ونقول له فيونساي بعد نقول له ليه راهي ولات وطية باش انت حضر جنابك يرشقوا عليك ولا يرموا عليك واش معناش في صبرنا نحن الكناسترو هذاك راه لا يحطوا مش ما عناش لا في صبرنا ما عناش احنا نحبوا يجي الناس تفرح وتغني وتزغرت وتروح شنو الكنستر والفلوس ما عطيتش هنا راهو حتى حد مش عطيك حد انا من تهورات الاولاد ما عطيت حتى فرانك مش تفضحني يلا عاد قص هاوكا سبحان الله ريتها ريتها نقول لكم هنا راهو ما عيلت بوها عيلت بوها يموتوا على الفرنك يموتوا على السوردي بدو يفركسوا فيه ملحي تجبدوه لطف يا ربي يا ربي راني يقسم بلي اخوك اخوك عرس سحري بحري ما شاء الله عندك كنستر وعندك نسترويت قعد خفيف العرس خفيف في شر رشقولوا جيمات على انستغرام رشقولوا جيمات ودنيا ورشا اقعد غادي ما عادش تتحرك وابدا في اسوام الخطوة هاي اعطينا الاسوام يا جماعة جيت نتبول ليها الفاز عملتها في العالية ما وحلت غادي شوف شو ربي سبحان ربي سبحان قلت انا ربي سبحان اوبا وقفت هاتي اوبا وقفت اقعد غادي ما عادش تتحرك ما تعمل حتى خطوة الى الامام نورمالمون يا جماعة
ما عنديش لازمه مش لازمه. تحب نحكي لكم على حاجه اخرى؟ انا خاطرني لا اله الا الله، لا اله الا الله، طفله بعثه من الصباح للمرشي. مرسي منظمه متاعنا دوك ما نسحقش، ما نسحقش باش نكتب الاسوام هذيك. علاش؟ دوك انا ظهر لي لو كان الجزار محلول واستفتح من تالي الجزار. وراك جزار وراك مش دق على راجلك هيك باخير. الناس مو ناخذوا الاسوام يا في عايشك مرحبا بيه. الحمد لله فرح بيه. شفت كيفاه، شفت كيفاه الواحد. قلت لكم فتي، عودوا ابعثوا فتي، عودوا ابعثوا فتي. تلبس فولارتها نتاع السيف هذيك وتخدم هي وتعطي تصور وكل شيء. قص علي الواحد، اي قص علي نزيع هكا علي برنامج. اي نوليش نحكي على الموزيكا، شنو نعمل انا تو عليها هكا بجاربي علي. نشربوا الجو، نشربوا الجو، بدلنا على قلوبنا. يلا درسوف كوجي نت به. اليوم عندنا جو نتاع كيوي، كيوي بانان، جو نتاع فروي روج، وجو نتاع فريز. باه نبداو بالمقادير نتاع جو نتاع الكيوي. باه ثلاثة كعبات كيوي مقشرين، كعبة موز مقصوصة حلقات، ثلاثة عصير نتاع برتقال، مغرفة نتاع ماكلة سكر اختياري، خاطر هو حلو شوية يبدا البانان، والواحد ما تحب تحط سكر تحب ما تحطش معناها. باه الطريقة نحطهم في الخلاط، المهم كعبة الكيوي ما نقصوهاش على ما نقصوهاش، نخليوها كاملة، على خاطر كعبة الكيوي كي نخليوها كاملة ما يعملش شكل الحرقان في الفم وكل الكعب الكحول هذوك ما يزمهمش يتكسروا في الخلاط. باهي نحطوا عصير البرتقال، نحطوا الموز، ونحطوا الكيوي، ونحطوا السكر، ونخلطوهم، نصبوهم في دبوزة ونخليهم يبردوا في الفريجيدير. ايوه باهي مقادير العصير الفواكه الجوي روش 200 غرام فواكه حمراء اللي هي فرامبواز. في 200 غرام هذوك تحط فرامبواز، تحط فريز، سوريز، ولا العوينه. اي احنا ما عندناش كل ميرتول وكل هذوك كل الغلال الاخرى، الاخرى ما عندناش منهم. تحط هذوكم، تحط عصير 8 كعبات برتقال، وتحط زوز مغارف ماكله سكر، ديما السكر حسب الذوق كل واحد وكيفاش يحب. لازم السكر درسوفه. انا مثلا في الكيوي وفي الكيوي وي خاطر فيه شويه قروسيه. بالعكس الكيوي خاطر فيه البنان. انت عملتوا مع البنان الفغوي غوج والفغيز جو دو فغيز نحط فيهم شويه سكر. باهي نحطوا عصير 8 برتقالات، ونحطوا زوز مغارف سكر في الخلاط، ونرحيوهم ونصبهم في دبوزة ونحطهم في الفريجيدير. به ناخذوا المقادير نتاع عصير الفريز اللي هو الفاتح هذاك. 200 غرام فريز مقصوص على 2، زوز كعبات ياغورت طبيعي، 200 مليلتر حليب، زوز مغارف ماكلة سكر. كيف كيف نحطوهم في الخلاط ونرحيوهم ونصبوهم في دبوزة ونخليهم يبردوا. من بعد ناخذوا العصير اللي عملناه هذاك الكل ونصبوه في هكا كيسين ولا حاجة ونزينوه وصحة وبالشفاء. يعطيك الصحة بارك الله فيك. هونيا نقدم تحية. لا لا ممكن البرتقال اللي ما يلقاش الكعبات البرتقال موجودين، خاطر مش ديما تلقاهم في السيف موجودين، اللي ما يلقاش ينجم يعوضوا بالباكو نتاع الجو، معناها الجو نورمال نورمال من المغازات. وينجم اللي ما يحبش يحط السكر ينجم يعوضوا بالعسل. في بلاصة مغرفة السكر مغرفة عسل. نكون صحة وبشفاء. يعطيك الصحة درسوف، ميرسي بوكو. هكا هو قايد توا وقايد الفريشور وقايد لي جو. الغلة اللي عندنا أنا وحدة من نزر صاف، الغلة اللي عندي كنا نعملها بالحق. نعمل لي جو، كان عندي بطيخ، كان عندي تفاح، كان عندي نخلط حاجات مع بعضهم ونشرب معناها بالطبيعة حاجة نتاع دار معناها بنينة وفريشكة وفريشكة. والغلة ما تتلوحش ما تتلوحش، خاطر ولات في ساعة في ساعة. بربي فهموني لو فينومين نتاع الغلة اللي ولات في ساعة تفسد. اي والله ولات في ساعة تفسد، كي تحطها في ساعة تفسد، زعما من الدويات ولا من شنو. تو كي تجيب حدانا الدكتورة منى سعيدي تفسر لنا شيء من وراء العقل. بالحق الغلة الكل، الغلة يوسف الكل. بالنسبة للبنان تحبه ما يفسدش، يعطيك العود الفوقاني تاع كعبة البنان. كيف تحطه في البانيه قبل ما تحطه تلفه بالبابي الومنيوم. واضح. يقعد قد ما يقعد ما تكحالش كعبة البنان بالكل. أباي. جربها وتشوف. بلي الخوخ. الخوخ تاخذ ورقة الرند. العنب.
دور بها سبع مرات دور بها سبع مرات وتزغرتلها في وذنها وبعد تحطها في الجديد هذي للبوتاب جاي بالنسبة للخوخ الاخر ما فيش حل دوبلكشي 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 كو وعليا كانت درسوف معاكم في كوجينتنا اليوم دونك مشينا للجو كما قلت لكم الطقس دافي دونك ناخذ حويجة فرشكة وباردة عملت لنا ثلاثة أنواع متاع الجو تلقاهم في الفيديو متاعنا على الباج متاعنا فيسبوك إي إف إم واللي تحب تسأل على أي حاجة في الكوجينة كيف كيف لا مش كيف كيف تمشي لكوجينتنا بيدر صف بحري على انستغرام بربي نحب نقدم تحية محمد علي العمري محمد علي العمري من جينوفا قال لنا ما نقعدش نهار الأولاد ما نسمعكمش وبعت لي برشا ها 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 دونك شيخة مع الناس نفرحوا برشا كيف نونسوكم نفرحوا برشا كيف نفرحوكم خاصة خاصة وليداتنا وناسنا وأقاربنا اللي في الغربة شكرا ليكم اللي تسمعوا فينا نحن ما زلنا مواصلين معاكم وين باش نمشي الأخرى مشي نمشي للموزيك على إيه فاهمة نبدأ بإيافام إيافام اللي تسند الأغنية التونسية ذك علاش في اليوم العالمي للموسيقى نهار 21 جوان إيافام باش تكون صوت الأغنية التونسية ونحطوا على ذمتكم برمجة غنائية 100% تونسية باش تستمتعوا ببنة الموسيقى التونسية على إيافام أحلى راديو نحكي طوال الأخبار البارح كنا حكينا على تدوينة لمريم بن ميمي مريم بن ميمي اللي جاوب البارح في تدوينة أخرى تقول سوف أقبل كل العروض التي تتاح لكي أظهر في وسائل تتاح لي كي أظهر في وسائل الإعلام لهدف واحد لن أسلم في حقي ولن أقبل الإهانة بعد ذلك وكل الأطراف اللي ساهمت في إفلاتهم من العقاب سوف تحاسب وسوف يقع تتبعهم وسوف يكون أول ظهور لي هذا السبت على إيافام مع صحفية اللي تستحق هذا الاسم أميمة العياري على الساعة الواحدة بعد الزوال وإن شاء الله نكون سلكتها بالعربي والله هذاك مش نقول لك أنا مش نقول لك يا مريم سبيان سبيان كتبت بالعربي اي سلكتها سلكتها مش لا خايزمك شوف مريم دونك هكا تسمى سفا سلكتها وان شاء الله نهار السبت باش تكون حاضره يعني غدا باش تكون حاضره هنا في إيافام في برنامج ستارتاي مع ماضي ساعه باش نسمعوا تصريحات وجديد القضيه وهكيك نجموا نحكيوا اكثر نهار الاثنين نكملوا مع ما نعرفش اذا عندكم تعليق ولا نمشيوا لخبر اخر لا والله يا سبيان كنت شده في حقها ما تحبش تسلم في حقها تحب توصل تكمل للاخر وكهو للاخر خاطر مش شويه اللي صار اي اكزاكتومون 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 مش شويه اللي صار لازم لازم بور لو بيان نتاع الناس كل معناتها باش ما عادش تصير الحكايه لازم باش ما قولوش بربي ما عندك ما تعمل هكا مريم بن ميمي وما شنو بالضبط اللي عندها بوسيبيليتي باش تعمل وباش تخلط صوتها وباش توصل شد في حقها للاخر اما جوست ما نعرفش يمكن تجبد معناتها الموضوع هكا غيابمون على حد اللي فات في وحش الشاشه وقت اللي سمير الويفي يحكي مع فيصل تبيني على اللي صار لهذا الاخير وقالوا انت واحد من الناس كي صارت لي انا الكا كتبت معناتها ودونت ومعناتها وشتمتني وقلت وكذا 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 ولكن القضاء برأني وقال اللي هو قصه نتاع مونتاج وتلفيق وكذا ما نعرفش هل يحكي على القضيه هي بيدها ولا آخر. يحكي على تسريب واحد اخر وقتها في سيناريو التسريبات كان فما تسريبات اخرى نحكيوا على موضوع اخر احنا زاده باش نكملوا نتبعوه اللي هو برنامج احنا الكل على قناه تونسنا كنا حكينا كيفاش صرحوا وقتها كانت على اساس باش تعدى تصريحات لزوجة الرئيس السابق بن علي ليلى بن علي و ما تعدتش البارح في الحلقة تعدى علاش ما تعديوش حكيت حنان الشجراني وضحت كل ما قيل وقالت راه صار بوليميك وكل شيء وعلاش هما مش باش يعديو على خاطر جاتهم رسالة من هيئة الدفاع من الدفاع التابعة لليلى بن علي نسمع بعضنا شنو جاي في إلى السيدة مروة رمضاني وجميع فريق برنامج احنا الكل في الكل وبطلب من هيئة الدفاع في حق السيدة ليلى طرابلسي حيث تم بث برنامج إذاعي بتاريخ 5/6/2021 على قناة إي إف إم صرحت خلاله السيدة مروة رمضاني رفقة السيدة حنان الشجراني بأنهما يعتزمان ضمن البرنامج التلفزي المذكور
تمرير تسجيلات صوتية للسيدة ليلى طرابلسيح متعلق فحواها بالأحداث التي شهدتها تونس في 14 جانفي 2011 وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وحيث يعلمكم لسان الدفاع بالنيابة عن موكلتهما بما جاء حرفيا على لسان السيدة ليلى طرابلسي: لا أسمح لأي كان أن يتحدث باسمي وباسم زوجي وأبنائي أو يسرب مقاطع صوتية وتسجيلات مهما كان نوعها بدون علمي أو ترخيص مسبق مني، وكل من يتجرأ على فعل ذلك فإنني سأقاضيه. انا خذيت الاكستريت ويل شوي، خذيت معناه اهم الحاجات في الرساله. والقرار اللي جاي من بعد انه هما جاوبوا وقالوا نحن سنحترم ذلك ومانيش باش نعديه حتى شيء، وكما قلت لكم وضحت. ولكن اللي شد اكثر العبيد معز دينيز اللي اسمه تجبد برشا في الموضوع وقت اللي اعطاته حنان الكلمه، قال انا ما عندي ما نعلق. ما فماش معناتها تسجيلات هو ما عندوش، ماهوش باش يعلق، مش ما فماش تسجيلات، ولكن هو كانت هي حنين البارح وضحت قالت راه احنا كنا باش ناخذوا شهادات على ما يحصل والا اللي حصل في 14 جانفي، وكنا حكينا شهادات من الليميسيون للبرنامج البرنامج باش ياخذوا العديد من الشهادات، منهم شهاده لليلى بن علي، قالت هي راه احنا حبينا نخدموا كاي عبيد لوجوا على السبق الصحفي. ولكن بعد راهو وكان هما اعلنوا معناها معز دينيس قال بعلاقات والى اخره في سهرية العيد اللي فات راهو باش يعاون في الحلقة هذية، ولكن من بعد طلع انه كي هما رفضت معناها ليلى بن علي فما همش باش يعديوا حتى شيء فيه ليلى بن علي. سامحني معز البارح قال ما عنديش حتى تعليق على خاطر ديجا خرج وتكلم وقال ما عنديش تسجيلات، وحتى كان عندي ما هوش من اخلاقي ان بتتر هي تسجيلات بيرسونيل خاصه بينه هو ولا والشخص هذاك فوالا كان خاصه اكزاكتومون. قال هذيك علاش انا ما ملاهي في تربيتي ولا من اخلاقي اني نخرج التسجيلات هذوما، دونك زيد يعاود نفس الكلام البارح يظهر لي هك. وحنين زيد قالت البارح انا مش خرجت تسريبات وصارت فوضى إعلامية وحديث إعلامي كبير تسريبات زيادة تسريبات كلمة كبيرة هي قالت راهو مش تسريبات على أساس كنا باش نعديو مجموعة من التصريحات ولكن هذا اللي تفهم عند الرأي العام وأولو هذي حسب ما قالت حنان. معناتها ما نتصورش حتى فيه أي فايدة معناتها للعموم كونفرساسيون مثلا بينك وبين تيرس بيرسون اللي تعرفوا بعضكم هو معناتها معروف وأنت من معروفك دونك عادي نجمو تحكي في أي حاجة نجم تكون كونفرساسيون معناتها حتى دخل الله أعلم عاد هكيك أشنو الموضوع راهو كبير برشا بالحقيقة وجوج ما معناتها بكل احتراماتي للناس الكل راهو موضوع 14 جانفي وشنو صار في 14 جانفي راهو هذه مسألة وطنية ديجا أول حاجة والناس الكل ماذا بينا نعرفوها. دونك يخرج البروديكتور ويخرج أنيماتور يقول راهو عندنا تسريبات وحديث نتاع ليلى بن علي سي سور أنه العباد باش تكبش معاه الموضوع بيان سور الناس تحب تعرف خاطر كي تقول أنت باش تحكي وشنو صار نهار 14 جانفي. أنا راهو ما نحبش نحكي في الموضوع خاطر كل ما نحكي على الكل في الكل يتغش مي الحقيقة اللي عملوه احنا مانيش نجبدوا في اشخاص راهو نحنا نجبدوا في علاقة مهنية معناها في كومبورتمون بروفيسيونيل اخلاق تحب ايتيك جورناليستيك واخلاقيات الصحافة اللي عملوه ما يجيش الحق متاع ربي معناها ما تقولش عندي وعندي وعندي وبعديك ساي الناس كل تستنى وما تعديش البرنامج وبعديك معناتها نخرج ونعملوا رابور واحد فيتير يخرج تحكي ويفسروا عليهش ما تعديش ودرشني من الاول انت مو عندك برودكسيون تعرف شنو باش تعمل من الاول مو متفاهمنا باش نعديهم نحن للتسريب لانه هما من الاول كانوا متفاهمين باش يعديو معناتها من الاول مو متفاهمينك هاو نعدي موني من الاول انا متفاهم مع فلان راني باش نعدي فما ورقة بيناتنا راهو انا باش نعدي تسريبات نتاع ليلى بن علي يتعديو وفيلم ما فماش تراجع من بعديك نورمال صحيح عليه ولا اللي نحكي اي ما هو ما فماش حال اذا هما متفاهمين كما قلت انت فما ورقة بينات معناتها انا بروديكتور يخرج في منبر اعلامي يقول راني عندي وباش نخرج عندي باش نخرج وقتها انا عملت ديكلاراسيون واعطيت كوتوريزاسيون باش تعديها هذيك كادر واحد اخر هذا اللي تقال نورمالمون هذا هو القدر الرئيسي ولكن من بعد كي لسان دفاع قال راهو كيما ما عندكمش الحق ما عندكمش الحق وليلى بن علي والحقيقه لا فما الحقيقه سامحوني لا فما احترام لا في التوينسا ديجا او الحاجه ككل لانه خاطر موضوع حساس على الاخر وراه ما تنساوش يا عبيد راه 14 جانفي فما عبيد توفيت فما بالطبيعه فما ناس تظلمت فما ناس تظلمت فما عبيد شدت الحبس وبالكشي ما عملوا حتى
الشاي اكزاكتومون فما حقائق لو لعبت تحب تعرفها صحيت ابسوليمون سي ديليكا ما نلعبوش ايه. بالشاي هذا ما نلعبوش باحساس التونسي بالحق سورتو في الحكايه هذه راه 14 جانفي بالنسبه لينا راهي حاجه فما انيغم راه فما حاجه بيان سور مش نفدكو بها ولا هاتو نعملو مع بن علي راه ولا يرحمه ومشيت مع بن علي انيغم كبيره ومشيت مع بن علي معناتها اللي شنيا باش يتقال من بعديك اي واحد ينجم يحكي اي حاجه الحقيقه يعرفها كان هو هو في دار الحق لا وفما زيد فما ناس شهود مع زيد بالطبيعة يلا يا سيدي نتعديو للخبر من بعد اللي نحكيو على الشقيقه مزيكا فهم اللي علي مناف الورتيني ينسحب من برنامجه الدقيقه 60 على بكري قبل ما تفل السيزون هو قال راهو البارح في الحلقه معناه في اخر حلقه قال هذه اخر حلقه باش يكون موجود فيها وينسحب لاسباب خاصه وشكر الاذاعه والمستمعين وقال راهو باش ينطلق في تعويض مالك العوني اسباب الخروج مازال ما نعرفوش ولكن هو قال لاسباب خاصه ولكن ظهرت للعبيد اللي هي بكري برشا على خاطر تعرفوا انه السيزون مازالت مازال جمعه ونص ما عاد ما مازال هو جمعه ونص جمعه ونص بكري شوي هو ليه لا 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 اسباب خاصه نحترمه انه اسباب خاصه النجم يكون عنده حاجات خاصه اما كي تغادر قبل جمعه ونص ما تكون كان ينجم يكمل الجمعه ونص اللهم كان اسباب خاصه خاصه دونك ان شاء الله ان شاء الله بيس جوستمون خاطر انا ما راح حكيت انا ونوف القلي معناها طالبوا الطبيب نتاعو راهو في سوايع معدوده نتاع خدمه ونوف الياسر يخدم ياسر يخدم معناها برك الله عليه ربي ان شاء الله يعطيه صحه البدن حتى حد ما يحب يشوف لاصحابه ولا لا حتى حد اللطف اللي قدر في صحه خايبه وضعيه خايبه دونك اعطينه سوايع محسوبين راهو للعمل ان شاء الله تكون فيق شوية نوفل شد دارك تراي فقط مع صغارك وتلها بصحتك شوية وتنار كامل ماشي جاي علينا يال اخر اخبار نحكيو عليه الكف نتاع ماكرونيس كل تذكروا البارح صحيفه الفيجارو حكيت على الكف هذا ولكن بطريقه اخرى على خاطر ماكرون شي زار واحده من الولايات في الجمهوريه الفرنسيه ولقى روحه قدام سؤال محرج شويه وغير متوقع من عرض طفل صغير سالوه قال له اسكو انت لاباس بعد الكف اللي كليته الا لا في المكتب فماكرون معناها خزر للسؤال بتبيعه بعد قال له اي انا لاباس الحكايه كانش سامباتيك وكل شيء وراه ما كانش حاجه باهيه وانا ننصحك ماني حتى كي تبدا في الساحه في المدرسه رد بالك تضرب اصحابك في بالكف الفيديو دارت برشا وحكيوا عليها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وحتى وسائل الاعلام شوف الكوميونيكاسيون شفت الكوميونيكاسيون شفت ما خدت با لوكازيون راهو باش يعملوا حاجه هكا معناتها نجموا نستخلصوا منها حاجه تحسيسيه كذا ميساج نعديو حتى للصغيرات اترافير معناتها صغيرات هذوكم تتعدى وتولي معناتها حاجه تتعدى في فرنسا الكل معناتها وتفرش فيها في الاخبار وتفرش فيها دي جي صغار يتعداو على الفيسبوك ولي ريزو سوسيو كذا يعطيو بصحه هم لما حاله ولا حتى هو الكوم اللي هو حاجه مهوله معناها المدرسه كان بها معناتها شوف معناتها شو راهو السؤال ما سمعتكمش جوست كلمتم بعض السؤال سوربريز معناتها ما تستناش انه ما نتصورش ليه ما تستنيش انه طفل صغير باش يجاوب مع نصور السؤال سبونتاني على الاخر وعرفها كي يلم كيما نقولوا نحن ما نتصورش راهو مو محظ عمرين طفل صغير مش معمرين وهزين صباعه وما بين الصغار الكل هو الوحيد تو نشوفوا الفيديو تو نفليوها تو نفليوها خليونا تو جاونا جماعه الاخبار اخبار ال11 ونرجع نكملوا معاك في المدام وجيه حدا نص نهار اي اف ام ميتيو